المعامل الافتراضيه. هبتدي بالمعامل الافتراضيه ده مهمه جدا. المعامل الافتراضيه عامه هي محاكاه لمطلوبات العموم الحقيقيه، تمام؟ طبعا بشكل تفاعلي، بحيث ان اللي يقدر يطبق الحاجه دي بيقدر ان هو يتفاعل معاها. طبعا المعامل الافتراضيه، انا بس هديكم فكره على اللي احنا بنعمله في المركز عن المعامل الافتراضيه. هديكم فكره عن طبعا اي حد من حضراتكم ممكن يقدم ان هو يعمل معامل افتراضي عندنا ان شاء الله في المكتب. بدايه من ساعه بس ما ينزل في ورق بينزل خاص بالمعامل الافتراضيه اللي انا بسالك يا جماعه، هنبدا اول ما نبدا تدريبهم نطلع حضراتكم تقدموا لنا عرض ايه؟ اي تجارب ممكن نعملها مع المعامل الافتراضي. هناخد بس مثال. طبعا المعامل الافتراضيه مهمه جدا. ليه؟ لانها بتعوض طبعا النقص في الامكانيات الموجوده عندي في الحياه الحقيقيه او المعامل الحقيقيه، زي الادوات البطاريه وهكذا. طبعا في بعض التجارب اللي بيتم بتبقى شديده الخطوره، تمام؟ فطبعا ده بيبقى صعب ان الطالب يقدر يتم بيها، ولكن هو بيقدر عن طريق الموضوع سيف او ان هو يقدر عن المعامل الافتراضيه ينفذها. طبعا ممكن ان انا من خلال العرض الورقي للظواهر واقدر ان انا اواجه الطالب ان هو يقدر يعمل تجربه بشكل مميز وصحيح. طبعا بتحاكي الحياه الافتراضيه بشكل كامل، تمام؟ وده اهم حاجه فيها. طبعا هي مش بتعوض التجارب الحقيقيه، ولكن هي بتبقى بجانب التجارب الحقيقيه كمعامل افتراضيه التجارب الحقيقيه نفسها، ولكن هي ده يعني ممكن دكتور الماده يعمل في المعمل بتاعه ويعمل التجربه بتاعته، والطالب يقدر ان هو يخش على الانترنت على الموقع الخاص بالموضوع ده، يقدر ان هو يفعل التجربه، تمام؟ هنشوف مثلا بعض التجارب الحقيقيه اللي تمت بالفعل. ده مثال لبعض لتجربه معامل افتراضيه. طبعا بعمل كده، تمام؟ تاتش يعني السكرين تاتش، لا كذا نوع منها تاتش. تاتش او ماوس عادي، تاتش او موبايل ممكن بالماوس. السلام عليكم. عايز سؤال؟ زي ما احنا شايفين الادوات كلها متاحه للطالب ان هو يقدر ينفذها بشكل متسلسل ومتدرج. بيحط النسب اللي هو عايزها. طبعا احنا بنكسرايز الموضوع ده كاملا. في برضه بعض المعلومات اللي بديها للطالب. ده التايمز اللي هو يشتغل بيها، وده متاح عنده. يعني دي مثلا بيتش ميجا مثلا. طبعا الموضوع انتر اكتف جدا، موضوع سيف. كل حاجه فاتحه في مكان للطالب. مجرد اللائحه تبقى متاحه ان شاء الله في اول شهر 7 من حضراتكم، يعني تقدر ان احنا نقدم حاجه، نعمل تجارب معامل افتراضيه لكل الجامعه. طبعا سيف عشان لو في اي حاجه. الجامعات بتهتم جدا بموضوع المعامل الافتراضيه بشكل كبير جدا، وهينفذوا على مستوى جامعات مصر كلها. مش حاجه معقوله فعلا اوريدي. باشمهندس، هو دي مواقع كمان حضرتك بالفعل واخدين مشروع في الكليه بانشاء 4 معامل افتراضيه. كنا حتى اتكلمنا مع الدكتور ياسر بانشاء 4 معامل افتراضيه، وانا يعني في ظل الموقف عايز سياده العميد وانا كمان بكتب في كده بقول دلوقتي ان احنا صدق ان احنا نعمل قرارات واجزاء من القرارات بالشكل الافتراضي ده. ان شاء الله معانا في مبنى جديد ان شاء الله في الدوري الثالث ان شاء الله. فعشان كده احنا حابين الجزء ده نشوفه بالتفصيل
عشان اي حد بيشتغل عمليه تدريس حابب يشتغل يقول لنا ايه الجزء اللي ممكن، لان هيبقى في بادجت للحاجات دي وهجيب ناس لحضراتكم، او ممكن لو الجامعه تفضل لنا تكنيشن معين يعمله، هجيب الاجزاء المعينه اللي عايزين نعملها ومساعده حضراتكم هتعملها. احنا مؤهلين اصلا اوريدي نعمل الحاجات دي، الحاجات دي ليه لما هوري لحضرتك الموقع بتاعي الا لما انا سامع يا معاك كل التجارب اللي احنا اللي اتعملت هترفع عليه الفكره ان اللائحه بتاعت اللائحه بتاعت عام الفردان تنزل هنشوف تفاصيلها كلها ايه ونقدمها مع بعض. تشريف راجل فلوس يعني ولا في ايه؟ انا دلوقتي تشريف هو دلوقتي المشروع ده بالتعاون من جامعه عين شمس ووزاره الاتصالات عين شمس ومجلس اداره الجامعات. تمام. دلوقتي بيبدا اول سنه بتبدا عمليه تدريب الجامعات المصريه كلها، بعد كده هيختار اكثر الفرق والشغل في المعاهد الاقتصاديه على مستوى الجمهوريه. تمام. هم هنشوفوا في حوالي 34 تجربه على مستوى الجمهوريه حاليا، جامعه شمس هنشوفوا 34 تجربه، ده مثال للتجارب اللي احنا مش فيهم لان هم ما عندوش طب بطاري، فاحنا هنبقوا بدايتنا احنا اول ناس مش هنبدا لسه ما اشتغلش فيها. هو اوريدي اصلا لسه ما اشتغلش في مشروع على مستوى الجمهوريه، هو دي نواه المشروع اصلا عشان يبدا يطبقه في خلال خمس سنين الجايين ان شاء الله، يبدا يعمل معاهم مشروعات على مستوى الجامعات زي مشروع جامعه الفيوم لما بدا ما كانش فيه خالص، دلوقتي اتعامل على مستوى الجامعات. تمام. لا انت اكيد كله الطالب طالب مش طالب هو كان كمبيوتر الادري مش شغال بتاع الشغل بتاع مش كده شغال على معمل حقيقي بس على الكمبيوتر بس هو ولا حاجه بس هو طالب حاسب الشغل ده. لا ما هو انا قلت لا انا مش هسمع الكليه ولا انا قلت لحضرتك في البدايه قلت لحضرتك في البدايه ان دي لا غنى عن التجارب الحقيقيه، ولكن الطالب ممكن يجرب اكثر من مره، لكن ممكن التجربه مره واحده ويحصل مشكله معاه ما جربهاش تاني. ممكن يتضرب بالظبط يتضرب بالظبط بتاعي بالظبط حاجه بالظبط يعني ممكن يتضرب برضه كده. الضرب الاول ما فيهاش وقت مره وثلاثه بعدين اكتر الشوك دي بتشتغل معاه زي الطيران كده. هو الطيران بيتعمل ايه؟ بيتعمل نظام محاكمه مع حكايه. ما ينفعش هتجيب طيار يطير بطياره فوق ربط 500 راكب من اول مره، لازم يتمرن الاول كمحاكاه زي كده بالظبط وبعدين يطلع كده فيها بالظبط. هو ده الغرض من التجارب الحقيقيه اللي بتكتب جميلها. هو هيعمل تريننج على قد ايه بس هيقدر ينفذ يعني اكتر من مره، دي حاجه بتاعتها كويسه جدا بالظبط. دي فكره العمل الحقيقيه عامه اللي هي ممكن تطبقها جامعه مصر ممتازه جدا على فكره. دي طبعا كيماويات وساعات ومعامل اجهزه اي حاجه كلها يعني بالنسبه للكليات العمليه مهمه جدا. الكليه بعد ما حصلت دي ليه؟ هو دكتور بعدين دي يا دكتور الفيرشوال لابس دكتور دي حاجه معروفه حتى في البحث العلمي، اي بتتكلم عليها على مستوى الطلبه هي الفايده بتاعتها بتبقى اكتر في البحث العلمي في الدايره يعني احنا عندنا حاجه اسمها سيليكو اكسبيرمنت. السيليكو دي ان انت مثلا لو كومنت مثلا درايف او لو حاجه كيميائيه وانت مش عارف تعملها ايه، انت بتحطها على البرنامج ده موجود اونلاين، في منه برامج فري، في منه برامج مش فري، وتشوف اللي فيها الطلبه بعد كده تخطط جايه بتعملها في المعمل. فده بيوفر لك حاجه، بيوفر لك اول حاجه ان انت بتشوف النتيجه بتاعتك بتبقى نسبه النجاح بتاعها بتبقى اعلى. ده اللي حضرتك قصدك عليه ده بالنسبه للطلبه، ده يعني ده كحاجه توضيحيه للطلبه ممكن تتم في الفترات، لكن ده مش عايز الطالب ان هو النتيجه صح ولا غلط، لان في فرق بين الحاجات يعني انت بتطلع كتير لو طلعت كده خلاص هسيبه انا من الاكس ورجع للمقام الثاني. بس النقطه يعني هو عنده مثلا احنا بالنسبه لنا النيوتريشن تمام حضرتك خليك اتش سي ال حطيت مثلا ان او اتش تمام والاثنين مثلا ما ينفعش تحط مع بعض هنا هيطلعوا ايرور. بس احنا عندنا بقى برامج في على الانترنت في منها نسخ فري هو يطلع لك النتيجه هتبقى شكلها ايه على الانترنت وفري هو يطلع لك النتيجه شكلها ايه. والكلام ده حتى وصل لغايه الموليكولار بيولوجي. انت ممكن تصمم قايمه تنزل في المعمل ما تنزلش في حته خالص وبعد كده انت تحطه على برنامج والبرنامج يقول لك انت الجيم بتاعك ده هيحصل له امبليفيكيشن اه ولا لا.
فانت هنا هو حاجه بتتعامل على كده حاجه مسلمه ليك. ده كويس جدا لمستوى الطالب، لمستوى البحث العلمي في فكره، في حاجات بتطور حاليا بالظبط. هرد على حضرتك، وهنشوف بعض الأمثلة لبعض الدكاترة هنا.